الأعمال الصالحة هي البرهان. وطبعا لما بنقول الصالحة بنقصد بلغة العهد الجديد أعمال المحبة الحقيقية التطبيقية. أعمال المحبة الحقيقية التطبيقية هي البرهان الأكيد على أنني نلت خلاص المسيح، التي بدونها هنالك شك حقيقي في أنني نلت خلاص المسيح أم لا. يعني واحد يا دكتور بقاله في الكنيسة 20 سنة، وبقول حاجات حقيقية يعني من خبرة الرعاية، وبعد 20 سنة مؤمن في الكنيسة ومواظب على كل ما فيها، يجي ويقول لا أغفر، لا يمكن أن أغفر له، أو يقول أنا غير قادر أن أغفر، ولا أريد أن أغفر. مثل هذا لم ينال القلب الجديد الذي يحب ويحتمل ويغفر. يبقى ده ما نالش خلاص المسيح من حال الأصل، وعايش 20 سنة في الكنيسة حياة مخدوعة ومزيفة.